انا موقوف بالكراكون، تمام. اللي صار معي، صاحب البيت، انا عم بشطف البيت بالمي، فصاحب البيت اشتكى علي، قال لهم هذا الزلمة يعني مشتبه فيه، عنده قنبلة بالبيت او هيك شي. فبيجوا البوليس والمخابرات ومعهم مصفحة وكذا، وانا نايم بيرسوا الباب ويدخلوا. طبعا زوجتي ما هي موجودة، راحت على عنتاب، صار لها يومين. فقالوا للبوليس انه هذا بزمانه مرته، قالي لمرتي او قلت له انه يعني شك انه هو عنده قنبلة، ما عنده قنبلة. طبعا هذا الكلام عم بيكذب هو مشان يطلعني من البيت، لانه بتعرف الاجارات بدهم يرفعوها، والقانون ما بيحق له يرفع اكثر من 17% من اصل الاجار النظامي. اجوا اخذوني الجماعة، فتشوا البيت طبعا ما شافوا شي، اخذوا موبايلي، فتشوا موبايلي، جابوني على الكراكون، حققوا معي كل شي كل شي، يعني شافوا اموري تمام نظامية. حكوا مع الصوجي، تخيل بالليل في صوجي مناوب كذا، قال لهم ما في عليه شي، الشاب سار بس هون، ما تركوني، بده يرجع يحولوني لعنتاب، او بده يحولوني على كامب باندك هون باسطنبول، بعدين بتحول لعنتاب. وبخاف هذا الضبط، طبعا كتبوا لي الضبط هون انه ادعاء كيدي مبين، يعني انه الشرطة انه صاحب البيت عم يعمل هيك مشان يطلع برات البيت هذا الزلمة. بس انا بس تحولت على عنتاب، على ادارة الهجرة بجوز يعتبروا هذا انه شبهة ارهاب، ما ارهاب، يلوصوني اروح اضلي 6 شهور سنة.